انضم إلينا إذن هاتفيا من الخرطوم الرشيد المعتصم الباحث بمركز الخرطوم للحوار. سيد الرشيد، مرحبا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما حيثيات ويعني السيناريوهات المتوقعة من هذا المشهد الذي نراه منذ الصباح والذي يبدو أنه يقلق الجميع ليس في الداخل السوداني فقط وحتى في الخارج أيضا؟ السلام عليكم ونهارك سعيد. والخرطوم الآن شهدت معارك حقيقة هذا الصباح. المواطنون والقوات المسلحة واضح جدا أنه اتجاههم العام كان يعني رفضهم أو عدم قبولهم لإدارة معارك أو الطلقة الأولى. يعني الناس كل مجهوداتها كانت منصبة في اتجاه عدم استخدام السلاح، ولكن يبدو أن حالة عدم اليقين التي استمرت فترة طويلة وأرهقت الاقتصاد وكشفت البلد لأجهزة وللإعلام ولأجهزة المخابرات الخارجية واختراقات واسعة جدا. الآن معاش الناس تأثر، اقتصاد الدولة أصبحت في يعني مأسورة لحالة عدم يقين. فالجيش واضح أنه تدخل اللحظة الحاسمة، والجيش سيد دعم كبير جدا جدا من المواطنين، هذا الأمر الأول. ثانيا، جزء كبير من هذه القوات التي تتبع للدعم السريع تاريخيا عقيدتها كانت جزء من عقيدة الجيش السوداني. أنا أتوقع أعداد كبيرة أرتعل منها لن تخوض المعركة ضد القوات المسلحة، وهناك شبه إجماع يعني وطني ولدعم القوات المسلحة. وفي مثل هذه الظروف عادة عندما تكون هناك مواجهة مع القوات المسلحة يتخلى جميع الناس عن انتماءاتهم وولاءاتهم القبلية ويصطفون، تبقى قبيلتنا ووطننا ودعمنا كله للجيش الآن. نعم سيد الرشيد، هذا ما طرحته حضرتك بالضبط ما قاله في بيانه الرسمي حزب الأمة القومي. كان هناك إشارة إلى ضرورة وقف الاقتتال وإعمال صوت العقل والجلوس للتفاوض وللتسوية وإنهاء هذا المشهد فورا. هل هناك من الأحزاب أو من المنظمات المدنية أو من المؤثرين أو حتى يعني كل الموقعين على الاتفاق الإطاري مثلا، من لديهم قاعدة شعبية كبيرة داخل السودان، التأثير على القوتين لوقف هذا الاقتتال وهذا المشهد المحتدم بعد خروج الطلقة الأولى؟ لا أتوقع أن تكون هناك مفاوضات، هناك معركة ويجب أن تحسم. هذه المفاوضات كانت قبل الاحتراب، لكن بعد الاحتراب افتكر النتيجة هي التي ستحسم الموقف، اما انتصار او هزيمة. الان لا ليست هناك فرص للمفاوضات، والخراقة التي اتصف بها قادة الأحزاب السياسية السودانية الموجودين في المسرح السياسي هي التي قادت الى هذه النتيجة، باعتبار ان تقديرهم للموقف لم يكن جيدا. ظلوا يناورون في قضايا يعني بمكان من الحساسيه، قضايا تهم القوات الامنيه، ادخال بعض عناصر الدعم السريع في العمل السياسي. الدوله اصبحت لها راسين، وهذا امر الشعب السوداني كله يرفضه ولا يستسيقه، وامر خطر على امن البلد ومستقبله ووجوده. يعني وجود جيش قومي ووجود ميليشيا في خط موازي هذا مرفوض، وهذا لن يجد دعم. هذه القوات الآن لابد أن تحسم المعركة حسما واضحا. نعم. طيب سيد الرشيد حضرتك ذكرت أنه هذه الدعوات كان من الممكن أن تتم قبل إطلاق الطلقة الأولى، إذن من يتحمل في رأيك مسؤولية الطلقة الأولى؟ الحماس الزايد الذي المدفوع الذي يعني لحالة الاندفاع داخل قوات الدعم السريع، عدم تقدير الموقف وعدم وجود قادة سياسيين على درجة يعني من الاحترافية وقراءة المشهد، وعدم قدرتهم على تقديم الأولويات وأولويات الوطن على حساب الطموحات الشخصية، هذه أيضا ساهمت في الوصول لهذه النتائج غير الجيدة. وايضا هناك حضور خارجي لا يخفى على احد، يعني نعم الان في حاله بتاعت سيوله.
طيب حضرتك أيضا ذكرت في حديثك أنه الوضع على الأرض هو الذي سيفرض بشكل التسوية أو شكل التفاوض أو شكل الحوار الذي سيتم فيما بعد. ما يعلن الآن من قبل الجيش السوداني أنه عاد السيطرة على الأماكن التي كان يسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأنه هذه الأماكن سواء في مروي أو في الخرطوم أو في حتى الجنوب أو الغرب تمت إعادة السيطرة عليها. هل نتوقع تسوية في الساعات القادمة؟ أتوقع أن يتم احتواء هذه المعارك في زمن يعني ليس طويلا بشكل كبير، ولكن هذه المعركة أيضا ستكون لها جراحات. يعني كان يعني جميع الناس يسعون إلى عدم وقوع هذه المعارك وعدم، لأنها ستتسبب في جراحات عميقة. ولكن في كل الأحوال المقاتلين الذين يتبعون للدعم السريع لا، عدد كبير منهم لن يواجه الجيش السوداني، لأنه هذه معركة بلا هدف بلا عقيدة بلا مشروع. يعني هذه ليست معركة وطنية، هذه معركة للأكل من لحم السودانيين ولهزيمة الوطن. هذه ليست معركة وطنية، هذه ليست معركة، هذه معركة خصما على الوطن وعلى الاستقرار وعلى الاقتصاد وعلى مستقبل السودان. نعم. طيب ابقى معي قليلا سيد الرشيد المعتصم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي قليلا لي أيضا ردود الفعل يبدو أنها تتوالى الآن، حيث أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، معربا عن صدمته وشكبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم. كما أكد الأمين العام للجامعة على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري. وأضاف أيضا أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك. سيد الرشيد، استمعت إلى بيان الجامعة العربية، يعني ردود الفعل تتوالى، هناك مناشدات، هناك دعوات أيضا ورغبة في المساعدة وحل الأمر، يعني ما شكل التدخل الذي تتوقعه أو تنتظره لإجراء تسوية أو حوار يفض هذا الاشتباك الحاصل في السودان منذ الصباح؟ والإخوة المصريين، الدولة المصرية دولة صديقة وشقيقة، وجامعة الدول العربية ممثلة، السودان عضو في جامعة الدول العربية ودولة موجودة في المحيط العربي والإقليمي. يعني بالذكر أيضا بالأخذ في الاعتبار سيد الرشيد أنه هذه الدعوات حتى جاءت من الداخل، يعني حزب الأمة أيضا في بيانه كان هناك دعوة حتى مفصلة بإجراءات وخطوات من الممكن أن يتخذها الطرفان لإجراء تسوية فيما بينهم. أنا كما يعني ذكرت لك أن أي حوار أو أي مفاوضات للتسوية كان يمكن أن تجد طريقها قبل، يعني قبل استخدام السلاح، قبل خروج الطلقة الأولى. لكن الآن الميدان هو الذي سيحدد مستقبل الوضع السياسي في السودان. يعني لا أتوقع أن تكون هناك مفاوضات بعد هذا، بعد دخول الأطراف السياسية في حالة حرب. لا أتوقع أن تكون هناك مفاوضات بعد. يعني الميدان هو الذي طب ما الذي تتوقعه على الصعيد الميداني؟ ما الذي تتوقعه إذن؟ أنا أتوقع الجيش السوداني جيش أكثر احترافية، عنده قدرة ومعرفة كاملة بجغرافيا وطبوغرافيا وسوشيولوجيا وإثنيات السودان، معرفة عميقة ودقيقة، وعندما يخوض أي معركة يخوضها باحترافية وبمعرفة. وجيش يعني عنده قدرة على القتال، عنده تجارب كثيرة يعني مثل هذه التجارب، وطلع منها منتصرا باحترافيته وبدعم الشعب السوداني. أنا أتوقع الجيش السوداني هو الذي سيمسك زمام المبادرة ويحيد هذه القوات.
بعضها قد ينحاز للجيش السوداني باعتبار ان هذه هذا القتال قتال غير وطني والذي يعني سيمضي في اتجاه القتال سيتم تحييده. طيب ما الذي ما شكل الواقع الذي ما شكل الواقع الذي ستفرضه سيطرة الجيش السوداني على هذه الأماكن ويعني تضييق الخناق على قوات الدعم السريع بهذا الشكل خلال هذه الساعات؟ ما شكل الواقع الذي سيفرض حال تم بالفعل هذه السيطرة من قبل الجيش السوداني؟ جميع السودانيين يشعرون بالحالة، يعني هذه حالة القلق وحالة عدم اليقين والاضطراب النفسي، شعور بعدم الأمان الآن سيطر على عدد كبير من السودانيين قبل هذه المعركة وأثناء هذه المعركة، ولكن بعد سيطرة الجيش السوداني أنا أفتكر جماهير الشعب السوداني ستخرج إلى الشارع مهاجرة للجيش ودعمه وكذا، باعتبار أن الناس يعني الناس يبحثون عن الخروج من حالة القلق هذه. لا يعني حتى فيما يخص النقاط الخلافية ما بين الطرفين واللي تم الإعلان عنها واللي كانت أصلا سببا في هذا الاشتباك فيما يتعلق بالاندماج أو قائد الجيش أو إلى آخر ذلك، يعني شكل الواقع الجديد الذي سيفرض في حالة سيطرة الجيش السوداني على كل هذه المراكز وكل هذه المواقع ستكون بشروط الجيش السوداني في رأيك؟ العملية السياسية المدنية ستكون لها مساحات، لكن أي قوات عسكرية غير الجيش السوداني لن تكون لها مساحة للمناورة لا في السياسة ولا في الجانب العسكري. والجيش الآن صنف هذه القوات في خانة المتمردين، وأي دعم لهذه القوات سيجد الحصار وسيجد الرفض من الشعب السوداني ومن الجيش والأجهزة الأمنية. فهذه القوات الآن أصبحت قوات متمردة على الوطن، متمردة على سيادة البلد وأجهزتها الأمنية والعسكرية والسيادية. على أي حال سنتابع بالتأكيد لحظة بلحظة آخر هذه التطورات. أشكرك الرشيد المعتصم الباحث بمركز الخرطوم للدراسات، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا على وجودك معنا.